نروح بقى لموضوع وملف مختلف تماما. محمد سامي ميشو سباح النادي الاهلي والمنتخب الوطني حصد 9 ميداليات خلال مشاركته في بطوله افريقيا اللي اقيمت في العاصمه الغانيه اكرا، منهم 6 ميداليات ذهبيه و3 ميداليات فضيه، ونجح كمان في انه يحطم رقم قياسي في منافسات 50 متر ظهر في بطولة افريقيا للسباحة. ده طبعا حصل بعد ما سجل رقم قياسي قدره 25 ثانية و36 جزء من الثانية. كمان فاز بجائزة افضل سباح في افريقيا خلال منافسات البطولة. مليون مبروك لابن النادي الاهلي، وطبعا اكيد كل الشكر والتحية والتقدير للجهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، وكذلك للجهاز الفني للسباحة على الدور الكبير اللي قاموا بيه. شيء مشرف جدا جدا جدا.